رأيكم جديد على مترو بلوكس؟ هناك ماب جديد يا جماعة، وماب لازم أنت تدوس لاعبك، بس هاي فيو 100 مرحلة يا جماعة. هذا احنا بأول مرحلة، يلا عند أول مرحلة سهلة يا جماعة. المعدل شوي على السكيل تبعي، هذا يا جماعة سهل الأخرى. المرحلة الرابعة احنا يا جماعة، جنبوا جماعة على إناء الأرض مخفية يا جماعة. جماعة اللاعب وقع بالحفرة لأنه مش جسمه لاعب تخيل، لو كان جسمه لاعب تخيل عملوا كبروا شاشة على هيك، حاولوا حدا يدخل عيدخل بالطريقة هذيك تاع نعمل زوم على الماوس، اعمل زوم. صرنا بالمرحلة الثامنة، هاي سهلة يا جماعة. في هذا عم يلعب هون، بس هذا الوحيد للمرحلة السابعة. هذا زي لا زي ما عم يلعبنا كمبيوتر. هاي مرحلة المراية، هاي حتكون صعبة. شفتوا يا جماعة صعبة، هاي يعني هي مراية، أنا أمشي على عكس الاتجاه، يعني تعمل لي أنا أمشي لعند هون. صح يا جماعة، مشينا على الطريق الصح. هاي سهلة، لما نخلي الوش الأصفر يقتلنا هذا، شوف كيف دمها بتعبى يا جماعة. لو كان دمنا متعبى شوي كنا عنموت. صرنا بالمرحلة 11، ما في جماعة بدون كسر الجدران، لا عم كسروا الجدران. يا جماعة ليش اللاعب بيضل يوقع؟ هون في سلم نطلع عليه، نطلع من هون. هم لحالهم عملوا زوم يا جماعة، مو اللي عملته لحالهم ما عملوه أصلاً.
نروح ندخل الجامعة. ازيكم يا جماعة؟ هيسأل يا جماعة أنا من نوع أن الجمبلية هتموتنا. هنجي نطلع صعب انه لعب مش انه هيقدر يدخلها. يا جماعة مثل ما تكون باقي الحركة هيقدر يدخلها، شفتوا؟ لو كان تبقى الكاركتر هذا سمين مش انه ضخم حجمه، باقي الحركة هيدخل. هذا يا جماعة شو مع هذا النوب؟ شو من هون يا جماعة؟ من لقى من وين؟ عليكو في لاك عليكم يا جماعة. هاي جماعة صعب اني اوقع بالحفرة وارجع اطلع، احاول اطلع اسرع ما يمكن. لا انتو تعرفوا لعبة سامبل جايز، هي كتير دعم اسطوري. مثل ما قلتلكم هكمل سلسلة تنبل جايز و لوكسوس بالسميتر. اكتر شي انا اصور عنده ثلاثة لعب بس، اكتر شي همي لوكسوس و بالسميتر. بس اكتر شي انا اصور عنه بس، و اكتر شي اصلا موجود كاتب هو بالسميتر. المبيع عرف والمشترك جديد، احنا اكتر جاد الاواني كلها كانت، بس في شوية العاب منوعة كانت بس ممكن كله أكتر كانت بيت سيموليتر. يا جماعة أنا واقف عند المرحلة 35، ما عم نرضى فتحنا الباب. والله انا هون نساء ما بعرف ليش. ما عاد فينا نحكي معه يا جماعة. جماعة ما بعرف كيف أدخل على هالمكان.
جماعة لا ما عمر يفتح الباب معنا، خلصنا حكي مع حالي يا جماعة. تنقي في طريقة يا جماعة، مش انه ما في طريقة بفتح الباب. يا جماعة حضرنا لعبنا عشريا، وأنا هل مقطع على هاي الفيديو مع إنه يطلع أصل الفيديو، الفيديو ينزل أسرع ما يمكن باليوتيوب. أنا بقوم أطول فيديوهات يا جماعة، بطول حتى ينزل بعده بعد كثير. أوكي كنت أمركز مع القناة، يعجبكم هالفيديو صبنا كم تكون على قال ما بنكمل الحلقة اللعبات تبعته حتى نكمل المي نو تعرف يكون صعب فكرته، انه بعض المراحل صعب فيه، بس تضغط بعد الرجالات كل اشعارات جديد بجال انا. مع السلامة.